يعني شيء اكتر من رائع بصراحه. على مستوى السبورت مانجمنت ده شيء مهم جدا، الاداره الرياضيه. يمكن الاداره الرياضيه جزء مهم جدا جدا من تكوين رياضه سليمه على مستوى الاستثمار، على مستوى الاداره المؤهلين لهذه العمليه. اعتقد دور مهم جدا بيقوم به النادي الاهلي زي ما قلنا، في ظل كمان ما يعانيه الرياضه المصريه في الفترات اللي احنا شفناها فترات كتيره جدا سابقه. يمكن اللي قاله كمان المهندس محمد سراج شيء اكتر من رائع، ماده علم النفس والاخلاق الرياضيه دي ماده اختارها نفسه الكابتن محمود الخطيب. ماده علم النفس او علم النفس الرياضي بمعنى اصح ماده مهمه جدا جدا. يمكن انا على المستوى الشخصي ده من ضمن المواد الرئيسيه في دراسه حتى المدربين لما بيحصلوا على اي لايسنس، بدايه من السي والبي والاي والبرو، دايما ماده العلم النفس الرياضي دي ماده مهمه جدا جدا في هذا التخصص خاصة كرة القدم. كمان على مستوى الأخلاق الرياضية أو الروح الرياضية ده اللي للأسف كمان كان غايب عننا فترات كبيرة جدا، ودايما بنقول هنا في البيت الكبير يا جماعة هي الرياضة وخاصة كرة القدم هي بعث للروح الرياضية والأخلاق الرياضية. خلينا نقول مبروك للنادي الأهلي على هذه الشراكة الكبيرة جدا جدا يا سهام، أكتر من رائعة. النادي الأهلي زي ما بنقول كابتن محمود الخطيب بيدور على مصلحة طب أكيد الجمعية العمومية النادي الأهلي، وكمان على مستوى مصر، على مستوى مصر كمان الموضوع مفتوح لكل الناس، وأعتقد خدمة كبيرة جدا جدا بيقوم بها النادي الأهلي.